Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali menjadi pemeluk kepada tuntunan kami, yakni agama kami." Maka Rob mewahyukan kepada mereka, "Kami akan membinasakan orang-orang yang zalim itu, yakni orang-orang kafir itu." وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص Para rasul itu memohon pertolongan Allah di dalam menghadapi kaumnya. Dan merugilah, binasalah setiap orang yang berlaku sewenang-wenang, setiap orang yang takabur, tidak mau taat kepada Allah, lagi keras kepala, artinya tidak mau tunduk kepada perkara yang hak.